السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تكونوا كامل بخير بصحة جيدة، صحة فطوركم. الفيديو تاع اليوم راح تكون صنع ديكوجيل أو سوبر كريم شوكولاتة في البيت، صنع منزلي. كنت درت معكم في اليامات اللي فاتوا ديكوجيل أو سوبر كريم تاع الفراولة. راح نحط لكم الرابط في صندوق الوصف اللي ما شافتش لا فيديو. واليوم راح نخدمه مع بعض سوبر كريم الشوكولا. ما تنسوش البنات جام لا فيديو، واللي اول مرة تشوف قناتي تضغط على الزر الاحمر للاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد. راح نحتاج في المقادير كاس ماء، نص كاس سكر عادي، ملعقة مايزينا ممسوحة، ومية غرام شوكولا سوداء. أنا استعملت ماكسو، لازم تكون شوكولا نوار، لازم تكون سوداء. نوضع الماء والسكر والمايزينا، نوضعهم مع بعض ونحطوهم فوق نار متوسطة. كي تشوفوا الخليط سخن مليح توضعوا الشوكولا، نحطوهم فوق النار مع التحريك المستمر دائما باش المايزينا ما تهبطناش. ولا هنا تحتاجوا ملعقه مايزينا ممسوحه، يعني ماشي معمره مليح. المايزينا راح تخلي الشوكولاته يبس لنا بزاف، حنا ما نسحقوش الشوكولاته يبس بزاف. نحركو حتى يسخن الخليط تاعنا. استعمالات هذا الديكوجيل راح تحتاجوها باش تلصقوا بها لي صابلي، تزيين الكيكات، كيكات الأعياد الميلاد راح تحتاجوها وتخدموها في الدار، يعني صنع منزلي اقتصادية. كي نشوفوا الخليط تاعنا سخن نوضعوا الشوكولا 100 غرام ونبقاو نحركو. كي يغلي الخليط تاعنا، كي يغلي الخليط تاعنا نطفو عليها، ما نخلوهاش حتى تعقد يعني تنشف مليح. غير نشوفوا الخليط تاعنا بدا يغلي نطفو عليها، كي تبرد راح تزيد تحكم روحها. راح نوريها لكم سخونه تشوفوا القوام تاعها، ونوريها لكم كي تبرد كيفاش تقالت، كيفاش ولا القوام تاعها. تبعوا برك الخطوات باش تنجح لكم، لازم تتبعوا لا فيديو للاخير. هنا راهي غلات، نطفي عليها نحيها من فوق النار، نفرخها لكم تشوفوها سخونه. شوفوا القوام تاعها، خليتها طريه. هاي ليك، هذا هو القوام تاعها كي تكون سخونه، وكي تبرد تحكم روحها. هذه هي الوصفه تاعنا، تزينوا بها الكيكات، كيكات اعياد الميلاد، تلصقوا بها لي صابلي. انا راح نحتاجها نلصق بها لي صابلي، راح نشوفوا في الفيديو الجاي ان شاء الله لي صابلي خدمتهم ونزينوهم مع بعض. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم، وما تنساوش الدعاء والاستغفار. ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، وان شاء الله نكونوا في احسن الاحوال. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.